شوفوه الميكروفون لله شلون باعوه. شوفوا باع هذا البوكينج شلون جاي فوق، هذا الخط مال شوادر هنا كان باعوا شلونه، هاي النشاله شلون باقوا، ويجيك قال القائد وقال الرئيس. هذول الحرامية شوفوهم وتحاكي، قال لك منين من ما عندنا مطلوبين خطيب مسوين سلفه قبضوها الاول واشتروا الجراج بي. شوفوا شلونه، هاي باعهم خطيه، هذا خطيه ابو البوكل المطلوب سلفه، باع 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 باع. يا هاي شوفوا هذا الجراج، شوفوا من يخافون من الله. وهذا الفيديو اللي تابعتوه هم وصلنا مناشده من سواق الكوسترات بوحده من الجراجات. الان راح ينضم لنا ممثل عنهم عبر الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلون شويش؟ اهلا ومرحبا. يا مرحبا. احنا سواق الجراج مال كاظميه. زين. شنو مشكلتكم؟ احنا 800 سائق تقريبا بالجراج، وسدوا الجراج وسدوا طوب الكاظميه ولا نشتغل. قاعدين وساكتين. والسبب؟ السبب هم الجراج اخذوه من عندنا وما فتحوا لنا جراج ثاني. هذا الجراج بالضبط وين ساير؟ هذا الجراج مال المحيط بصف اليمن الشعب الخامس. زين، عجبه انه هذه المنطقه منطقه حيويه ومنطقه تشتغل ومنطقه عليها رجل، شنو السبب اللي خلاكم قاعدين ما تشتغلوا؟ والله ما ادري، اخذوه استثمار، ما ادري شلون اخذوه. اخذوا الجراج استثمار؟ اي. زين، قديم هو هذا الجراج؟ قديم مين قال لهم؟ هاي احنا نشتغل به، احنا تقريبا به 800 عائله وانقطعوا ورزقهم وبعدوا. منو هذه الجهه اللي يعني من تابع تعرفون؟ والله ما ادري، خلوا صبات وطلعونا. ومصيركم شنو؟ مصيرنا يا الله ظلت ايامكم. قلت لي كم عائله كان يعني كان مسؤول؟ 100 عائله شد الله. هذا مصدر رزقكم الوحيد؟ اي والله. زين، يعني ما حاولتوا تستفسرون تعرفون القضيه؟ والله ما نقدر نستفسر لان الله يعني احنا سواق بالنسبه لنا. طيب بس بالنهاية بما أنه صار لكم فترة طويلة كلش بهذا المكان، من حقكم أنه تسألون أنه هذا الجراج لمن راح وليش راح وشنو السبب، خصوصا أنه هو جراج سيارات. إحنا سواق وما نقدر نروح منا ونجي منا. أنا أفهمك. أي. زين، مناشدتكم شنو ولمن تحديدا؟ نريد لنا جراج مثلا، نريد لنا جراج. هو مو أكو جراجات بعد بهاي المنطقة؟ اي بس هي الجراجات ما نعرف المانجمنت. يعني هو كل مجموعه لها جراج لو شنو القضيه؟ هي هذا الجراج يقفل منه داخل وشوادر ومشتل وشعب وحيقوط. ها ها واضح. هو هذا الجراج كذا تكون تراسي. زين تناشد؟ اي والله اريد ناشد، تريدين بعد سواق كلهم وتصوير عادي ما تشتغل. زين احنا نتابع الموضوع ايضا واني اشكرك. أي.